السلام عليكم، كي دايرة؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا معايا هاد السلطة، هادي كيف جات كتشهي غير من الشكل ديالها. انا عارفة غادي تعجبكم وغادي تشهيكم. صراحة جات لذيذة، سلطة كتشبع وصيفية، وهي اللي صالحة في هاد الحرارة اللي ما كنقدوش ناكلو. فكنصحكم انكم تجربوا هاد السلطة هادي اللي كتجي لذيذة، وقديتها بالمقارونية ديال القمح. فصراحة اول مرة غادي نجربها، فخليكم معايا تبعوا الوصفة. اول حاجه كناخذ الطاوه ديال الفران، يا اما كندهنوها بزويته ولا كنفرشوا بابي كويسون. كناخذ حبه ديال القرعه وديال الدنجال والفلفله، كنقطع القرعه والدنجال شرائح اللي يكونوا شويه غلاضين، وكندير لهم مليحه بزار وزيت الزيتون والثوم بودره. الا ما عندكمش الثومه غبره كتقدروا تعوضوها بالثومه طريه، يعني كتقطعوها طريفات اولا شرائح وكتحطوها ما بين هاد الخضر هذه باش كتطلق النسمه ديالها في الدنجال والقرعه والفلفله. بالنسبه للفران كتشعلوا عليه من الفوق ومن التحت، وكتخليوا هذه الخضيره هذه كتشوى ولا كتحمر من الواجهتين بجوج في دقه واحده. ومره مره بقاو تردوا البال باش ما تحرقش لكم الخضره ديالكم. ونصيحه اللي نعطيكم، يعني من الاول فاش ديروا هذه الخضره في الفران ما تبقاوش كل ساعه يعني كتحلوا الفران وتطلعوا على الخضره، لانها تقدر القرعه تجيف وما تطيبش. وكذلك بالنسبه للدنجال تدوز تقريبا واحد 30 دقيقه ولا 40 دقيقه، عاد ديك الساعه تقدروا تحلوا الفران وتطلعوا على الخضره ديالكم، وبالنسبه للحراره تكون متوسطه. بعد ما درت الخضره في الفران تشوى، ثاني خطوه هي لي بات. كناخذو هنايا لي بات، خديت تقريبا واحد 400 غرام هادو ديال القمح الكامل. غادي نسلقهم في الماء مع شويه ديال الملح والزيت. يعني خديت كاسرونه درت فيها الماء وزويته ومليحه، باش من بعد ما يغلى الماء غادي نلوح فيه هذيك الكميه ديال لي بات باش يتسلقوا. صافي دابا من بعد ما غلى الماء غادي نزيد المكرونه. وهنا من بعد ما تشوات الخضيرات، تشوات القرعه الدنجال الفلفله كذلك، كنجبدهم من الفران وكنخليهم في طبيصل حتى كيبردوا وكيكونوا قابضين راسهم واحد شويه، المهم غير يدفاو. وكناخذهم وكنقطعهم بحال هكا، شرائح يكونوا رقاقين متوسطين، ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش غلاط. المهم نفس الطريقه غادي نقطع بها القرعه، غادي نقطع بها الدنجال، غادي نقطع بها الفلفله كذلك. بالنسبه لهذه الطريقه ديال هذه الخضر، يعني كتجي مشويه في الفران، ما كتجيش مزيته، كتجي ناشفه وكذلك طيبه بالزيت البلديه. وكذلك الفلفله كتعطي واحد المذاق زوين لانها مشويه في الفران، وتقدروا تستعملوا حتى الفلفله الخضراء. فإلى كنتو حتى لهاد الدقيقه مازال متابعين معايا الوصفه، كنتمنى انكم تخليوا ليا واحد لايك وتعليق، وفاش تساليوا الفراجه بارطاجيو معكم الفيديو. من بعد خديت لي طوماط سوغيز وقسمتهم نصفين بهذا الشكل، وخديت فرماج حمر كذلك قطعته مكعبات. بالنسبه للاجبان استعملوا اي نوع مفضل عندكم ولا اي نوع بغيتو، موتزاريلا، جبن احمر، فيتا، البارميزون، كاينين انواع بزاف، ريكوتا، كلهم كيجيو زوينين في السلطات. واخر حاجه غادي نقطع شرائح لدان فيمي، تقدروا تستعملوا كذلك فيهم انواع بزاف من هاد لي شاركوتري. كاين لحم البقر المدخن، كاين لحم الديك الرومي المدخن. تقدروا مثلا الا ما عندكمش مع هاد اللحوم المدخنه تستعملوا الدجاج مثلا سوتي وتقطعوه طريفات. مهم كاينين بزاف ديال الافكار. دابا غادي نبداو المونتاج ديال السلطه ديالنا. غادي ناخذ لي بات، غادي نزيد عليهم هاد الفلافل والقرعه، غادي نخلط شويه لي طوماط سوغيز، فروماج ولا دان فيمي، نخلطو مزيان. مهم باش غادي نخلطوا هاد السلاطه خصنا اون صوص، فغادي نقادها بلا باز ديال صوص بيستو، وغادي ندير شويه ديال الزيت، شويه ديال المليحه،
وغادي ندير واحد لاصوص اخرى ديال ستار سميتها صوص سلطه اوريجينال، الا بغيتو تشريوهم هادو راه جاهزين. بالنسبه لصوصات البيستو الا بغيتو تصايبوها في الدار، راني سبقت وشاركت معكم في واحد الفيديو ديال السلطات وكنت صايبتها، غادي نخلي لكم رابط ديالو في صندوق الوصف. الا ما عندكمش مع صوص بيستو تقدروا ديروا صلصه عاديه ديال الخل، ديروا شويه العصير الحامض مليحه بزار اولا المايونيز، مهم كتبقى الصلصه باش غادي تجمعوا ولا تخلطوا السلطه ديالكم على حسب ذوقكم. وهذه هي الشليضه ديالنا، واجده كتشهي متنوعه صحيه. ايوا كي جاتكم انا متاكده غادي تعجبكم صراحه، سلطه اللي خفيفه وكتشبع وديال هذا الصيف وهاد الحراره، كيف ما كتعرفوا ما كنقدروش ناكلوا شي حاجه اللي هي سخونه ولا ثقيله، فهذه اللي كتنفع وهي الحل ديال هذا الصيف. رفقت معها هذوك لي صوص نيت اللي خلطتها بهم، وكنتمنى تعجبكم هاد السلطه. كتبوا لي في لي كومونتير كيف جاتكم، وكنتمنى ايضا تجربوها وتبارطاجيو معايا النتيجه وتقولوا لي حتى كيف جاتكم في المذاق. بهذا الشكل كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، شكرا لكم على المتابعه وشكرا لاي واحد كيشجعني، ونتلاقاو في فيديو او وصفه جديده ان شاء الله.